الافريقي، ولكن صابر خليفة بصبر كبير لجماهير الافريقي عما يمر به النادي، ولكن يأتي صابر خليفة بالهدف الثاني القاتل في هذه اللقطة في هذه اللحظة. لن يكون هناك ركلات ترجيح. هنا أمامنا المحاولة والانطلاقة، وصابر خليفة في هذه الكرة وهذا الهدف اللي انطلق. بص التمريرة يا ولد، التمريرة روعة روعة، كرة أمامنا وصابر خليفة في هذه الانطلاقة وفي الوضعية اللي تسهلت له هذه الكرة من مختار بالخيثر، عملها حلوة قوي. يضرب هنا دم ويضرب مهنا رشيد ويخرج فوزي الشوشي يسهل المهمة. شوف هنا بقى الخبرة، خرج ليه فوزي الشوشي؟ خرج ليه فوزي الشوشي في اللقطة الماضية؟ عشان يسهل مهمة صابر خليفة اللي بيسجل أغلى الأهداف ورابع أهدافه في البطولة. الهدف الثاني، لكن تمرير التاني.